مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم تحدي جديد، تحدي البالونات. يا جماعه هذا التحدي في بالونات هون قدامنا، نحن عبيناهم شيء مشكل يعني بن وبيض، بيض زنخ، شقط زنخ هيك يطقفوا راسهم، وشاي وكولا وعصير وفلوس، فلوس اهم شيء. إيه رح نحطها فوقهم وهذا الدبوس ونطقها. طبعا في منهم فاضيات وفي منهم ملانات، رح نحط التنتين ونحطهم جنبنا، هن رح يختاروا. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا. اول شيء رح نباشر بابرعد. جاهز يا ابرعد؟ جاهز. يلا رح اطلع لك الملانات. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. سوك هيت شيت. اخ يا ابرعد انت اخترت اليمين. اوه طاش على كل الدنيا. ياه الزنبي ما لا غير يطلع لي بيض. انا الزنبي. طيب طروا طروا يا جماعه ايدي. فهمنا انه يا شباب رعد عبيت كلي. اي والله عبينا كلنا. يا ريت مختار يسار يا برعد. يا ريت. شو صور بابا؟ صور صور. طلع ايدي. طلعش علي ديك. عامل قراش كرسي بخصة عبد. يا جماعة طبعا براد رح يضل بيضة راسه ليخرت الحلقة. ما بصير واحد يخسر لحتى تنتهي الحلقة كلها، يعني ايش ما صار فيه رح يصير. هلا دور سامو. جاهز يا سامو؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. فاضي. حظك حلو يا سامو. حظك حلو. الله يعينك بعد. وانا بخاف اكثر منهم. خلونا نشوف. جاد. جاهز يا جاد؟ جاهز. متحمس؟ متحمس. يمين ولا يسار؟ نعم؟ يسار. يسار. سوك يا برعد. كمان جاد حظه حلو. الله يعينك يا برعد. خلينا نشوف ابو رعد. يلا. جاهز يا ابو رعد؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يسار. يسار. ايش في اشياء يا بابا؟ اي في تلوين ازرق. انا شفت شيء طرش بس من الرعب غمضت. لا شوف شوف بنطلون صمودة. كوني عبرا صار شعره ملون. نحن تغرانه بدا. طلع سامو. نحن تغرانه بدا برعد. بس دهين. يلا يا برعد حظك. يلا قل لهم هيك ان شاء الله يطلع لكم لكم الله. ان شاء الله يطلع لكم الله. ان شاء الله هيك تروحوا فيها مشان تعرفوا تقولوا برعد. يلا خلينا نشوف اللي بعده. يلا. والله وسام. يلا يا وسام. جاهز؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. ليش سندتنيك من الصوت؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. غرات شاي. آخ يا وسام. غرات شاي. شاي. ساي ساي. والله ما طرشت عليكم انتو. يا حرام يا مسكين يا أنا. فرجيني. يلا جاهزين انتو كمان؟ جاهزين. خلينا نشوف اللي بعده. يلا. والله دور جاد. جاد جاهز؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. حظك حلو يا جد. حظه حلو تاني مرة. جاهزين. والله هدول اكلوا اكثر شيء ابرعد. انا شاي وتغرق. شاي وتغرق. يلا خلوكم معنا ونشوف ابرعد. يلا. والله دور ابرعد. جاهز يا ابرعد؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. بسم
طاري هذا تعطيه عوض على برانس كيف فلوس فلوس شفت شلون حظه حلو ابو رعد؟ يعني صح اجا بيض واجا ملون وما بعرف ايش على شعره بس اخذ 50 ليرة يعني عوضه. يلا خلوكم معنا نشوف اللي بعده. والله وسام جاهز يا وسام؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. اسد مبطئ اصلية. ياه طلعت فاضي يا حظه. فاضي الحمد لله. لك والله ابراهيم انت حظك ما بعرف شلون بس حظه ابراهيم عوض. يلا خلوكم معنا نشوف اللي بعده. يلا يا جد جاهز؟ جاهز. يمين ولا يسار؟ يمين. يمين. سوك يا وسام نطلع. اوه شاهد بابا ان كان عصير بن ايه والله بن الله يعينك يا جد نعم كله كره مشان يعرف صار له ساعه شعب انه انا حظي حلو ما بيطلع لي ما بيطلع لك يلا خلوكم معنا نشوف يلي بعده يلا يا ابراهيم جاهز؟ جاهز يمين ولا يسار؟ يسار يسار سوك يا جد فكرة فاضية فلها ايه فرقة اكتر العمل انا اطول بالك زعب طلعت لي جد طلعت لك صار فرجيهم الثانية شو صار؟ صار فرجيني اوه مية مية يلا نمبر 1 مابسي يا براد ما اعطاني وحدة الله يسامحك مع انه انا عم بساعدك خلينا نشوف يلي بعده والله دورك يا وسام جاهز؟ جاهز يمين ولا يسار؟ يمين يمين اسرعت الحمد لله أشر الحمد لله في شيء يوه ما طرش عليه الظلم طلعهم طلعوا الديسكو الهواء ما اجى غير انا بطقع على راسه ما اجى شوفوا ما اجى علي الحمد لله ما اجى شوف شوف يا ما اجى تسويرك تسويرك علي يا حبيبي تسويرك علي طلع وسام ما اجى عليه تاني مره طقها هيك ما اجى شيء يا جماعه مثل ما شفتوا يا حرام ابراد اكثر واحد اكله مزبوط يا ابراد بس كمان اكتر واحد ربح طالعاً لأشوف 100 ليرة تحدي اشتهيت اكون مكانه انا طالو شلون مكيف صار يجيك رانا على فكرة انت وسام ايش اجى عليك؟ شاي وبن لا شاي تلوين. مكياج مكياج انت يا جد؟ جد كأنه نشف قهوة وعصير جد نشف بس يا حرام انا ما نشفت مكياج وبيض وتلوين كل شي صار فيني انا اكلت نص الشغلات يعني التحدي صار الي لا تحكي شيء يا برعد؟ طبعا تفضل أصدقائي لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بقناتنا الثانية وتفعلوا الجرس قناة الثانية بالوصف رح تلاقوها بالرابط الكل يروح يشترك فيها فجر أم الاشتراكات لا تحكوا شيء يا شباب؟ لا لا باي باي